مشاهدينا طبعا الصحة ربنا يحفظها دايما للجميع، والحقيقة في حملة بعنوان صحتك امسك فيها بإيديك وسنانك. الحملة دي بتتكلم عن الصحة بشكل عام وعن صحة الأسنان من ضمنها. هتكلمنا أكتر ضيفتنا النهاردة عنها، ضيفتي العزيزة دكتورة وردة أبو السعود، أخصائي جراحة الفم والأسنان بهيئة الرعاية الصحية. أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيبة. أنت طيبة وصحة وسلامة. تسلمي. أنت بألف صحة وسلامة يا رب. خلينا نقول إنه هيئة الرعاية الصحية بتقدم يعني الرعاية للجميع، صح كده؟ أكيد طبعا. إحنا بنعمل يعني حابة تكلمينا بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل الحملة. الحملة احنا بننزل وبنوعي الناس، بنشمل بيها كافة الأعمار وكافة الفئات. تمام. بنحاول على قد ما نستطيع ان احنا نوعي الناس. بتوعوهم بقى بإيه؟ الغسيل الأسنان ازاي، اللي هم المفروض يزوروا الأسنان كطبيب الأسنان قد إيه. كده. طيب يعني احنا عارفين كان من سنوات الشعب المصري يعني بكل طبقاته على فكرة كان وعيه في الاهتمام بالأسنان قليل جداً. جداً. دلوقتي الدنيا فعلا اتحسنت بشكل ملحوظ جدا، ان هي في ثقافة اعلى وبيت التعامل فعلا، في اطفال دلوقتي بيستخدموا الفرشة بطريقة مباشرة. بنحاول مثلا نوعي الناس ان الاطفال، لا انت من 6 شهور بتحاول توعي الطفل ان هو خلاص هيبدا يستخدم الفرشه وتستخدمي حاجات مثلا للاطفال بتبقى مختصه للاطفال، الرضع او الاصغر او الاكبر شويه. احنا بنبدا المفروض من 3 شهور، يعني بتجيني اسئله زي كده ان الطفل المفروض نستخدم له الفرشه والمعجون والحاجات اللي المفروض ينظف عموما امتى؟ لا بيبدا من 3 شهور. طبعا من 3 شهور بتبدا الام. حتى اطباء الاطفال بيقولوا نمسح اللثه ما بالظبط تقريبا حاجه زي القطن او كده زي الشاش، بتبقى طريه بتبليها وبتغسلي بتمسحي بيها اللثه. طبعا الحاجات دي بتبقى مكتسبه من الطفل من هو صغير، فدي عادات يكتسبها الطفل بيطلع بيها. خصوصا ان احنا بنلاقي اطفال يعني 4 سنين و3 سنين والاسنان الاماميه في تسوس. ليه؟ عشان خاطر زي ما قلت لك اللبن بعد الطفل بعد ما بيخلص لبن الام خلاص كده بالنسبه لها مفيش سنان، فلا خلاص مش او لسه بيسنن فما عندهمش الثقافه ان هم يستخدموا. بالعكس بيجيني ناس هو عنده 6 سنين هو المفروض يستخدم المعجون او الفرشه، فما عندهمش الثقافه دي خالص للاسف. طيب كمان يعني صحة الأسنان بتنعكس على الصحة بشكل أكيد عام. أكيد طبعا الأسنان مظهر، الأسنان مظهر والمظهر الإنسان وفانكشن أصلا يعني أنت من غير الأكل مش هتعرف أصلا، من غير الأسنان مش هتعرف تاكل أصلا. فلا طبعا أكيد مهمة. بيجي لنا برضو عيانين على الكوست والكلام ده، هم بيسيبوا نفسهم يعني. انا اكتر حاجه بيقابلوها مشكله مع الاسنان قصه الكوست، الاسعار غاليه مش عارفه. طب بتلاقي العيانين هم سابوا نفسهم لفتره كبيره خالص، تلاقي الموضوع اتأزم خالص معاهم. بدل ما يبقى مشكله في سنه او سنتين لا تلاقي لا الفك كله لا اهمال بيبقى مجمل. طيب كمان يعني الحمله بشكل عام فعالياتها موجهه لكل الاماكن، كل قريه مدينه. طبعا رحنا كل القرى بتاعت اسوان، رحنا كل المدارس، رحنا في كل يعني حتى الجزر النيليه دخلناها. جميل. فدخلنا كله وتعاملنا مع كل الفئات وتعاملنا مع كل الثقافات. في ثقافات لا حلوه والدنيا منتشره والوعي منتشر، لا في ثقافات للاسف يعني. وكان بيبقى في مترددين كتير، لا بقى كتير على جدا الحملة. كتير جدا ولا وبيستفادوا. مثلا في واحد مش عارف الالم ده جاي له منين، مش عارف يستخدم امتى الفرشه والمعجون، مش عارف يستخدم اصلا الفرشه ازاي، مش عارف يستخدم الفرشه مدتها تبقى قاعده معاه قد ايه كل ده. فهم في ناس عقليات ان الفرشه برضو دي حاجه مهمه، ان الفرشه حاجه ابديه. لا طبعا هي المفروض بتتبدل كل من 4 ل6 شهور. فما فيش اكتر وقت تقعد اي فرشه 6 شهور، 4 ل6 شهور خلاص بقى بعد كده بتحاول تبدل. في ناس ما عندهاش بقى ثقافه الغسيل خالص. بنحاول بقى نقول لهم حتى لو مره قبل النوم مره وبعد كده لغايه لما تتعود والدنيا تستجيب. طيب كمان يعني مسألة غسيل الأسنان نفسها اتضح ان الناس بتستخدم بطريقة غلط.
غير ايوه طريقه غير غلط خالص غير الاسلوب يعني. الصح. عايزه اقول لحضرتك ان هم بيستخدموا المعجون غلط، والفرشه والفرشه غلط. يعني بيجيبوا مثلا، ايه انت بقى من البدايه خالص الفرشه اصلا المفروض ليها مواصفات معينه عشان خاطر استخدمها. زي ايه يعني؟ اللثه، اللثه دي حاجه حساسه كده شويه، تمام. سوفت وناعمه، ما ينفعش حاجه هارد وخشنه افضل رايحه جايه كده، لا هتتجرح وهيحصل التهابات وكده. انت بالعكس انت ما فتش نفسك، انت اذيت نفسك، أزس اذى اللثة اللثه يعني. طبعا والاسنان وكله. تمام. فتلاقي بقى ايه، يا اما هو كره ان هو يغسل ومش هيغسل تاني خلاص، يا اما يفضل بقى يعاني من التهابات والكلام ده. في الحالتين مش بيوصل لحاجه مرضيه ابدا. طب فطبعا ففي البدايه انت لازم تختار الفرشه تبقى سوفت، نعمة تمام، نعمة أو طبعا، مش لا الخشنة نعمة. نعم. وهي من 4 ل6 شهور، بعد ال6 شهور بتلاقيها الشعيرات بتاعتها بقت خشنة عشان خاطر ادمت. فطبعا انت خلاص بعد 6 شهور لازم كده تتغير. كده النتيجة هتعكس عليك، لا فلازم طبعا لازم كده تغيرها وتخليها سوفت تتجرر تاني. تمام. المعجون يا جماعة ملهوش لازمة، يعني بيجيلنا استخدم معجون ايه، مش مهم المعجون قد ما مهم ان احنا ازاي نستخدم الفرشة، والفرشة بطريقة صح. ف يعني هو يعني النقطة اللي الناس برضو مهم تفهمها، معجون الأسنان زي مسحوق بالظبط الغسيل، بالظبط بالظبط. يعني في ناس بتقول ومسحوق لغسيل الأسنان يعني، ممكن مع التشبيه يعني بالظبط مع اختلاف ممكن ال على فكرة نستغنى عنه نهائي يعني، ممكن الفرشة كافية جدا لو بس نغسل يعني، اهم حاجة يعني لو نوصل حد مكسل يشتري معجون فرشة، ولقاه غالي فرشة كافية. كفاية فرشة ومية. بالظبط، كفاية كفاية جدا. والأهم استخدم الفرشة ازاي بطريقة صح، اللي هي يعني ايه بلاش بقى العنف، الطريقة الصح؟ بلاش العنف اللي رايح جاي كده، انت بتجرح اللثة وبتعمل التهابات للثة وبتبوظ اللثة. لا هي بطريقة هادية بالراحة، من فوق لتحت ومن تحت لفوق، كأننا بالظبط بنكنس كده، بننزل الأكل. لكن قصة ان انا عنف تمام. لا لا ده ما طيب ينفعش في ناس خالص. كمان بتتعامل بعنف حتى مع اللسان بفرشة الأسنان، هل برضو ده من هو يعني الصح ان احنا نغسل اللسان الصح، كويس. وسقف الحلق برضه، لان ده كله ده بكتيريا متجمعه في الفم كله، تمام. وبتجيب روائح وبتجيب كل ده. فاللسان اصلا يعني هو اساس في الرائحه وكلنا. طيب لكن الطريقة بقى في لا التعامل، بص في ناس عايزه اقول بيبقى مقتنعة انه كل، لازم لا 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 زي الأسنان يعني لازم يعني عادي بمنتهى السهوله بتنزلي كده بهدوء من غير بهدوء خالص. لا عنف لا لا يعني. لا كل اصلا انت عايز اقول لك على حاجه، كل ما انت هتعملي عنف كل ما هيبقى فيه التهابات في اللثه وهتنزلي نزيف، فهتكرهي اصلا الغسيل. طب هو يعني الكلام هياخدنا برضو لالتهابات اللثة وأسبابها إيه، لأن يغسلوا أسنانهم بطريقة فيها استدامة، لا أصل لثتي تعبانة، إنهم يحافظوا على بقاء الأسنان، يعني التهابات اللثة وتداعيات كمان الالتهابات دي. انتي لو هنتكلم في النقطة دي هترجعي برضو لقصة غسيل الأسنان. تمام. هما هي هتبقى يا إما ملتهبة من إن هو مش بيغسل أسنانه، يا إما بيغسل أسنانه بطريقة مش بطريقة مهمة. غلط. بالظبط. ففي الناحيتين هتلاقي غسيل الأسنان برضو من نفس القصة، أصلا الالتهابات ده هيجي منين؟ يا إما من الجير، يا إما من التسوس، تمام. يا إما من بوكيتات اللي هي الجيوب الأسوية. فكل ده بسببه قلة الإهمال في الغسيل. الغسيل. طبعا. تمام. طيب يعني التخلص من التهابات اللثة، في ناس بتبقى شايفة انه مش محتاجة اروح للدكتور بقى طبعا طبعا. واعمل اي حاجة، ويفاجأوا بعد كده في حال يعني في تفاقم للحالة، يفاجأوا بعد كده ممكن تؤدي لإيه يعني، تساقط الأسنان نفسها. طبعا الجير يعني كلنا بقى عايزين الناس اللي ممكن تهمل اكيد طبعا. تنتبه معانا كده والله وتاخد بالها. بنقول على طول حتى في الحملة شغالين لا نقول احنا الكلام ده. دلوقتي اللي بيتابعونا عايزين يسمعوا منك بقى. ان انا مش بغسل اسناني ده بتتكون طبقة اسمها بلاك. تمام. البلاك دي بتعمل يا اما التهابات بتروح مسارها لثلاث اتجاهات، يا اما بتروح تعمل جير، والجير ده هو اساس الالتهابات. تمام. والجير ده يعني في معتقدات كبيرة ان انا لو شلته السن هتقع، مفيش الكلام ده.
الجير ده بياكل العظم بياكل السنان، فانت لازم كل 6 شهور تعمل جلسه تنظيف جير عند طبيب الاسنان مش في البيت. الجير مش بيتشال بالفرشه والمعجون يا جماعه، الجير الفرشه بتشيل طبقه الطبقه اللي هي الناعمه اللي اسمها البلاك اللي هي بتتكون بعد الاكل على طول مباشره. الجير بيتكون على مراحل، مراحل من يوم ليومين بالطبقه البلاك دي بتتحول لجير يا اما بتتحول لتسوس. فطبعا لازم يروح يزور الطبيب. طبعا في ناس معتقدات ان تنظيف الجير بيبقى مره واحده بس في العمر، طبعا دي معتقدات خاطئه. بس يعني هو برضو يعني انا عايزه اقول حاجه، الناس عندها تخوف من زياره دكتور الاسنان فيفضلوا ياجلوا لغايه ما المساله الدنيا تبوظ اكتر ويفضلوا يشتكوا على الكوست والكلام ده. طب ما هو انت بتودي نفسك لخانه ضيقه فعلا. فلو من البدايه خالص بنغسل 3 مرات في اليوم بعد كل وجبه. طبعا بعد كل وجبه على الاقل، احنا بنقول على الاقل اضعف الاحتمال ان احنا نغسل قبل النوم. دي يعني كده لغايه لما الانسان يتعود شويه. بالظبط، هي المفروض بعد كل اكله، هي بعد كل أكلة هتاكل 5 بعد كل أكلة، تاكل 2 بعد كل أكلة، لازم بعد كل أكلة. طيب كمان يعني في يعني أحيانا التهابات اللثة الناس تبدأ تاخد بقى الحاجات الأعشاب الطبيعية وتقول هي بتبقى مسكن، هل فعلا بتبقى فاعلة او حتى لغاية ما الواحد يروح للدكتور؟ لانه ألم الأسنان مصنف رقم 3 تقريبا في اشد الالام اللي بتواجه البشر، فهل دي فاعلة؟ طبعا فعلا، بس للاسف هي فتره مؤقته. انا لسه قايله في معلومه القرنفل هو فعلا هو حاجه اسمها الجرد كمان دي حاجات من العطار بتجيب فعاليه جدا خاص للالتهابات اللثه وبتسكن وكام، بس للاسف بتبقى فتره مؤقته لان انت بالفعل انت ما عالجتش السبب. انت هترجع للبدايه خالص ان انت لازم تعالجي سبب الالتهاب ده. هل سبب الالتهاب ده ان انت بتغسلي بطريقه غير صحيحه؟ هل في جير؟ هل في تسوس؟ فاحنا بنعالج السبب الالتهاب اللثه، بعد كده نشوف الحاجات اللي هي تساعد على اللثه تتعالج كليا. طيب كمان خلينا نروح لتسوس الاسنان واسبابه، لان مثلا ناس كتير قوي حريصه في غسيل الاسنان، طبعا مش 3 مرات في اليوم اكيد، لكن برضو بتتعرض لهجمات التسوس، دي مشكله اكيد طبعا. بصي اقول لك على حاجه، في عيان بتيجي انا بغسل اسناني 3 مرات وبرضه في حاجه في ما بين تسلس. الاسنان أيوة. ما بين الاسنان بتسوس. طب يا جماعه انتوا الفرشه بتدخل ما بين الاسنان؟ لا لا طبعا، فانت كده فقدت سطح من اسطح الاسنان ما غسلتهاش. احنا بنغسل من بره ومن فوق ومن ورا عند لكن اللي ما بين الاسنان انا ما دخلتلوش خالص. انا عرضه ان انا التسوس يحصل ما بين الاسنان انت ما غسلتهوش. فطبعا بننصح يا جماعه في حاجه اسمها دنتال فلوس، خيط، وبلاش قرنب الخله والحاجات اللي بتستخدم العادات دي بتبوظ اكتر وبتلخلخ الاسنان اكتر. خله الاسنان على فكره بتباعد ما بين الاسنان وبتخليها بتجيب جيوب لثويه وبتجيب حاجات كتيره والتهابات. فبنفضل نقول بلاش يا جماعه، بلاش خيط اللي هو خيط الطبي ده اللي هو دنتال فلوس، بيبقى حاجه ناعمه يعني متوافر. متوافر جدا في اي مكان بيبقى موجود. صحيح. ما بين الاسنان برضو بطريقه هاديه بعد كل طيب اكله. برضو لو احنا هننصح الناس انها تستخدم الخيط، يعملوا ايه عشان يحافظوا على ان الخيط يبقى ما يتعرضش للتلوث، ما يعني الخطوات اللي يتبعوها يعني. علبة الخيط اصلا محكمة يعني، هي ليها غطاء مجرد ما احنا بنفتح كده بنشد اللي احنا محتاجينه، بعد كده بنقفل عادي عليها. فهي بتبقى يعني بعيدة خالص عن التلوث. يعني بعد الاستخدام تبقى العلبة مقفولة كويس. بالظبط، تبقى الادوات بتاعتنا. طيب والفرشة ذات نفسها المفروض تتقفل، يعني ما تبقاش متعرضة لكم الانفكشن والتلوثات. وبلاش تبقى موجودة جوه الحمام، في الحمام والفرش اللي جنب بعضها دي. لا يا جماعة، لو واحد عنده دور برد كده انت نقلت كل حاجة. احنا كده بالعكس، احنا كده بنضر نفسنا مش بنفيد. طيب كمان في نوع من خيط الأسنان
اللي هو بالبلاستيك اللي هي استخدام المرة الواحدة دي بصي هو تترمي. بعض الناس انا يعني لقيت انه بيعيدوا استخدامها اكتر من مرة، فهل دي صحيحة؟ هو بصي هو العيان بيتجه لاتجاهات يعني حاجة مكلفة ليه على الفاضي، ده انت الفلوس اللي هو بيبقى خيط كبير خالص بيبقى بقرة زي بكرة كده ملفوفة، فحتى ليه انت تجيب حاجة استخدام واحد وترميها وتعوز تجيب، لا هي بتبقى صغيرة جدا حتى في اي مكان ممكن تتعامل والموضوع خالص بمنتهى البساطة، بس دايما بتلاقي العيانين معقدين نفسهم يعني هم عشان خاطر ما خدوش على الثقافة دي، هي دي الفكرة. عشان كده دايما مع الأمهات عودوا الأطفال، عودوا الأطفال عشان خاطر يطلعوا على الثقافة دي. هو على فكرة يعني العناية بالأسنان دي على مستوى العالم كله البشر يعني لسه بيعرفوا صح. بيتعرفوا صح. على الطرق الصحيحة صح. يعني الواحد يعرف ناس عايشين بره مصر اعلى تكلفة هي اطباء الاسنان والعناية بالاسنان، مش عايزاكي تتأثري من الكلام ده خالص، احنا الحمد لله مشمولة عندنا في الرعاية الصحية العناية بالاسنان، لكن في الخارج واوروبا والدول المتقدمة برضو عندهم اطباء الاسنان اعلى ارقام واعلى وناس كتير ما بتروحش برضو يعني، فده طبع في البشرية احنا لسه بنتعرف ازاي ناخد بالنا من سناننا. ايوه فعلا هي الحاجه دي حديثه فعلا، هو حتى الحشو العصبي يعتبر لسه حاجه منتشره مش منتشره من ال لسه بدري حديثه قوي، لا هو حديث من التسعينات يعني، فالتسعينات دي كانت قريبه فتره قريبه مش بعيده دي لسه فركه كعب كانت يعني مش بعيده فعلا لا مش بعيده، زمان زمان كان كل الناس ابسط حاجه ان هي بتخلع، دلوقتي لا في طرق حديثه جدا ومتطوره ان احنا ازاي نحافظ على الاسنان دي، في ناس حتى كتير لو كمان بيت جذور بنحافظ عليها وبنعمل لها دعامات وطرابيش وبترجع السنه زي ما هي. وفي ناس بتلجا دلوقتي للزراعه لزراعه الاسنان، لكن يعني اعتقد انه علشان حد يحافظ يعني او يقدر يوصل لزراعه الاسنان لازم يكون محافظ على العظم نفسه بالظبط، اللي هي الفكره يعني، هي ما بتبقى مشكله مع بتوع السكر والتدخين، دول بيبقوا بقى العظم بيبقى مش الطف حاجه عندهم مش احسن حاجه مش قوي لدرجه لا. انه يصلح بس للزراعه بس برضو في دلوقتي حاليا في زراعه عظم وفي كل حاجه، بس يعني عايزه اقول لك اللي هي الفكره في التكلفه، فاحنا في البدايه ليه نوصل نفسنا لمراحل زراعه العظم ولا الزراعه اصلا، فدايما بنقول نغسل ونشوف ونتوجه للطبيب الاسنان كل 6 شهور واحنا في الحمله كمان يعني، انا كنت بقول للناس بصوا على نفسكم في المرايه وشوفوا اكشفوا نفسه اكشفوا شوفوا حاجه ابنورمال ظهرت على اسنانكم اتوجهوا على طول على دكتور الاسنان ما تستنوش طيب. الحاجه دلوقتي اللي هتدفعها مثلا بحاجه بكره وبعد لو ظهرت رقم صغير هتدفع بكتير جدا هي الفكره ان الماتيريال ذات نفسها هي اللي تكلفتها عاليه، لكن زي ما قلتي انه كل ما روحنا بدري وفحصنا بدري كانت النتائج مرضية لينا وموفرة، مش هوصل أنا لإني أستخدم خامات لا أنا خلاص هلحق الموضوع من البداية والأسنان أكيد أكيد مش بعالج سنة كأني زي بأني بعالج فك، فطبعا مختلفة اختلاف كليا طبعا. طيب خلينا نقول برضو رعاية الأسنان لو هتبدأ من سن مبكر، حضرتك قلتي من اول اول 3 شهور من 3 شهور بتبدا الام تمسح بشاش وتمسح اللثه عشان خاطر بواقي اللبن ده ممكن تاثر لما الاسنان تطلع تاثر معاه، في اسنان بتيجي تقول اول ما ظهرت مسوسه، وفي ناس بتقول لك اول ما ظهرت الاسنان متاكله ولونها اصفر، كل ده طبعا من تاثير اللبن طبعا. بنبدا بقى برضو من اول 6 شهور بتبقى العنايه اكتر، 6 شهور دي اول سنه بتظهر للطفل فبنبدا بقى ايه برضو بنفس القطن او الشاش نمسح له، اول ما يكمل سنتين او من 2 لـ3 لا بنستخدم بقى الفرشه تبقى صغيره وناعمه برضو، الام طبعا بتبقى في اول فتره بتعلم الابن ما ينفعش كليا خالص ان هو يغسل لوحده،
اكيد لازم هي بتعلمه، والحاجه دي بيكبر عليها يعني، هي لو عودته والكلام ده بيكبر عليها. برضو المعجون احنا بننصح برضو بمعجون لو هنستخدم الاطفال بيبقى غير معجون الكبار، في معجون متخصص للاطفال بيبقى نسبه الفلورايد فيه من 500 ل 1000 اعلى يعني؟ لا اوطى طبعا، اقل اقل. طب هل ممكن بالنسبه للاطفال من غير معجون مثلا ينفع؟ بس هي بس عشان خاطر يبقى ايه عندهم العاده العاده دي، نفسها. نسبه الفلورايد الاقل دي من المعجون حتى لو الطفل بلعها مش بتبقى مؤثره. امنه على جهازه، امن امن، جهازه الهضمي هي مش بتاثر على اي حاجه حتى لو بلعها، غير ان ممكن تاثر بكره لما يجي يطلع اسنان يبدل بتبقى فيها حاجات بيضه، لو بلع الفلورايد بتطلع حاجات بيضه. بس ده لو لو اخذ نسبه فلورايد كتيره جدا. فاللي احنا بننصح بمعجون الاسنان اللي هو الاطفال ده، ده بيبقى التركيز فيه امن جدا حتى لو بلعه ما بيبقاش فيه اي ضرر. يعني الـ الاسنان الدائمه لو ظهرت فيها البقع البيضه بيبقى سببها انه بلعب فلورايد بنسبه كبيره. او شرب ميه فيها فلورايد كتيره، فدي برضو بيبقى فيها. ده في اطفال كتير بتبلع المعجون. لا ما هو الفكره وتبقى الام واقفه يا ماما الفكره ان احنا 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 لما بنيجي نستخدم المعجون مع الاطفال مش لازم نحط كم كبير، هي والكبار برضو بتبقى عشان حتى نخاف بقى يعني. المساله كده طلع ان لها تداعيات اخرى يعني. طبعا طبعا بتاثر على لما يبدل بتاثر عليه. طيب حابة دكتورة وردة تقول لنا نصايح عامة كده لكل اللي بيتابعونا. أنا لو هنصح هنصح إن إحنا نستخدم على الأقل 3 مرات ولازم لازم الاستشارة لطبيب الأسنان كل 6 شهور. ما ينفعش الجير نخليه يتراكم علينا، بيعمل التهابات للثة وبيعمل موبيليتي للتوس، فلازم نتوجه لدكتور الأسنان. ولازم المشكلة لو كلما كانت بدري كل ما الحلول بيها بيت بدري. دكتورة وردة أبو السعود أخصائي جراحة الفم والأسنان بهيئة الرعاية الصحية، أنا يعني سعدت بوجودك معنا، وأتمنى أن كل اللي بيتابعونا يكونوا استفادوا من نصايح حضرتك. بشكر وجودك معايا، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، تسلم. ألف شكر.